استقبل معالي السيد موبا فاربيو فينياكا نايدو نائب رئيس جمهورية الهند في العاصمة الهندية نيودلهي سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الهند لترأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وقد رحب معالي نائب رئيس الجمهورية الهندي بوزير الخارجية مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور وتقدم على كافة المستويات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. كما أعرب معالي نائب رئيس جمهورية الهند عن شكره لمملكة البحرين على استضافة عدد كبير من أفراد الجالية الهندية مشيدا باهتمام جلالة الملك المفدى بها خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومثمنا في هذا السياق توجيهات جلالته والجهود المبذولة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمكافحة الجائحة وتوفير الرعاية الصحية والتطعيم مجانا لأفراد الجالية. وحمل سعادة وزير الخارجية تحياته إلى جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقد نقل سعادة وزير الخارجية تحيات وتقدير صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزراء، وتمنياتهما لجمهورية الهند وشعبها الصديق بدوام التطور والتقدم، معربا عن سعادته بزيارة جمهورية الهند الصديقة لترأس وفد المملكة في الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأشاد سعادة وزير الخارجية بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، مؤكدا تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع جمهورية الهند في مختلف المجالات، ومتمنيا لجمهورية الهند ولشعبها الصديق دوام التطور والرقي والازدهار. حضر اللقاء سعادة السفير عبد الرحمن بن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند، وسعادة السفير منى عباس رضا مدير إدارة الشؤون الأفرو آسيوية بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. كما حضره من الجانب الهندي سعادة الدكتور سباراو أمين عام مكتب نائب الرئيس، وسعادة السيد سانجاي بهارشاوريا وكيل الشؤون القنصلية وجوازات السفر والتأشيرات والشؤون الهندية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، وسفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.